وهادشي يشرف المرأة المغربية، والفضل كيرجع للسيدة الوزيرة لأن حيات هذه الذكرى للمرة الثانية، فيعني تشكراتنا لها، وإن شاء الله نتمناو المزيد المزيد، وكل سنة تكرر هذه الجوائز. احنا سعداء جدا أن هذا القانون خرج ديال العنف ضد المرأة، لأن هادشي يشرف المرأة. يعني كنا احنا دائما حزينين اننا كنشوفوا، ولا جيتي الحقيقه راه مازال النساء يعنفون في البوادي. خصنا نردوا بالنا للبوادي داخل المدن، راه الحمد لله هذا الشيء راه ما بقاش.